الحمد لله. شوف زي ما انت شايف بدل ما اكون رئيس في الجامعة ودرس طلاب، الان حياتي كلها بعبي جرد المية، بدور على نتفة كرتونة نولع فيها ما تيسر عشان نطعم اولادنا. يعني هذه معاناة المي كل يوم بنعانيها، كل يوم بنعانيها. بنيجي الساعة 5 الصبح فوقينا طيران اليهود وفوقينا المدفعية، وبنطلع يعني مقطنين في حالنا عشان نعبي لقوا المي، وهي في النهاية قطعة المي وما لحقناش نعبي مي، لا براميل ولا قلان ولا أي حاجة. الناس من مسافة كبيرة، من 2 كيلو، من 3 كيلو وكيلو ونص و5.5 كيلو لكي يحصلوا على جالون مية. بنعاني بصعوبة نقل المية، أنا جاي من معسكر جباليا من عند السوق لحتى أحصل على مية، ونقلها صعب جدا، والمنطقة هذه كلها فيها مناطق فيها نازحين. نحن بنعاني كل يوم في قصف، كل يوم في شهداء، كل يوم في مصابين، في جرحى، فيش أطباء عندنا موجودين في شمال قطاع غزة.